مصطلحات متعلقة بالحصص الدراسية وبالمدرسة. أول شيء لازم نعرف إنه مصطلح subject بمعنى مادة. Subject بمعنى مادة. إذا بدي أسأل شخص شو هي مادتك المفضلة بسأله What is your favorite subject? What is your favorite subject? إذا بدي جاوب على هذا السؤال بقول My favorite subject is بحط من بعدها شو هي مادتي المفضلة. For example Physics بمعنى الفيزياء. Physics. Chemistry الكيمياء. Chemistry. Biology هي مادة الأحياء. Biology. Geography هي جغرافيا. Geography. History تاريخ. History. Math رياضيات. Math. بيرجع من بعدها كل مدرسة شو بتعطي مواد أكيد بترجع لكل مدرسة. مثلا في مدرسة بتعطي French اللي هو اللغة الفرنسية sorry و English اللغة الإنجليزية Arabic اللغة العربية إلى آخره. أيضا لازم نعرف أنه مصطلح class بمعنى صف و break بمعنى فرصة استراحة. class and break. uniform بمعنى زي المدرسة uniform. وعندنا مصطلح marks or grades بمعنى العلامات marks or grades.